بابا، ملي فتحوا الحجر الغاشي قاع خرجوا برا. يا حليلهم، 4 أشهر وهما مخزونين في الدار، الخز ينوض فيك. شوف شوف بابا، مول فابيا راه طاير. ايه شبيبة تاع درك لقيتها واجدة، راهي تلعب والله. دوك نصورهم ونفضحهم في الفيسبوك. حفيظ حفيظ، احبس احبس، وين راك هاربة ولد الحرام؟ درتها وعطيتها. اخا شوف بابا راه هارب. يس والله غير حكمت له الماتريكي. اوف، بقاو 10 دقائق وتخلص الزياره ومازال ما دخلناش. ايه دارها بينا مولا الفابيا، يخلصها غاليه ولد الحرام. جينا نديرو تغطيه وضعيه المرضى تاع كوفيد عندكم في السبيطار. شوف يا سيدي، عندك رخصه؟ ايه عندي لورد ميسيون. كاين بطاقه صحفي جبتها؟ ديما معايا. شهاده الميلاد؟ كاينه، وكاين معاها الاسدوز. لازمك واحده مسيني عليها المير القديم. ياك القديم مات. الله يرحمه. ودر كيفاش ندير؟ لازم نكشف الحقيقة. لقيتها. هذا ماشي هذاك الصحفي تاع النشرة، والله غير يشبهلو. نوض نوض، هاك بديت تخلط، هيا نروحو. وي واش مدام، كاين جديد على المنحة؟ واش من منحة؟ ما يدو فيها الإداريين. أنفا كي تروح الصحة ما يبقى والو. بصح مدام، انتي أونسانت ورميك في سيرفيس كورونا؟ والله حطيت الكونجي، بصح الديركتور الله يهديه. كوراج كوراج، يفرج ربي. ميرسي مي ديزولي ما عرفتكش. طبيب جديد طبيب جديد. هيا طبيب، قرب قرب، اروح اروح، سميني هنا اروح. يا الحجة، كورونا كورونا ما كاش كيفاش. يا وليدي ما تديرش عليا، راهي طلع عليا غير القط في الرملية، زادت البارح ما تجيش تشوفني. حكي الحجة، راني سجل وبربي نوصلها للرايس. واش نقول واش نخلي، الزبل حاشاكم حنا نرفدوه. لا رقابة لا طبة، الموتى كاين كل يوم. واحد مسكين جابوا له باش يتعشى لقاوه ميت، شفت بعيني هذا اللي ياكل هالدود، وواحدة نهارين وهي بايته فوق الشريطة، وما نحكي لكش على هذيك اللي دخلت برجلها للسبيطار وخرجت منه عاطلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة إنهاء مهام مدير المستشفى بعد وفاة الطبيبة سناء بوعيسى إثر إصابتها بفيروس كورونا. وحسب مصادرنا فإن المدير رفض منح الطبيبة الحامل في شهرها الثامن حقها في العطلة. يا الكمامات اللي بافات 5 ب10,000، البس يا الزوالي البس. سلام يا أخو، ملاح هذو الكمامات؟ بيامشير يا أخو بالقارونتي. شوف عندك هذه الكمامة للكورونا للإيبولا للكاوازاكي، المفيد الريح ما يقيسكش. هات لنا 50 حبة نعودوا لهم البيع مع أولاد الحومة يا أخو، جيبوا فيهم صيريفة. دولة دولة، خف خف يا محينك، تردت علينا مجو. قامت اليوم فرقة البحث والتحري التابعة لإقليم الولاية بالقبض على المدعو حميدة، وهو يبيع كمية معتبرة من الكمامات الطبية المشبوهة على الرصيف خلال فترة الحجر دون احترام التدابير الوقائية. وبعد الانتهاء من التحقيق تبين أن هذه الكمامات مسروقة من صيدلية المستشفى، كما تم حجز ما يقارب 6000 كمامة و500 معاقم مغشوش، فيما تم تحويل المتهم للمثول أمام وكيل الجمهورية. مي اسمح لي خويا، انت مريض واقيل، تسوق بلا بيرمي ورايح تقلب في الناس في الطريق. يا لطيف يا ستار. وانت نسيت روحك يا واحد الخابيت، المراه كورنتها حتى السبيطار سرقته. شحال من ديركتور خلعوا المنصب ولا ديكتاتور، وشحال من شوفير اقتلوا مات سويسيدور.
وشحال من سناء ضحات وانقذت ارواح الاحياء، وشحال من حميدة خلصها ورا الحديده.